واللي نشوفه غير التلفزيونات المغاربيه، كرهنا كاع الاذاعات والتلفزيونات الاخرين. شكرا. شوف نقول لك برك حاجه برك في الجزائر، باش تولي ملياردير لازم تدخل في السوق تاع حاجه تاع السكنه ولا تدخل في السيستم تولي ملياردير في نهار. معرفه يعطوك مرسو تراب تبيعو ب 800 مليون، زيد الاخرى هذيك طرطمه تبيعها مليار ونص تولي ملياردير في يومين. وهذا ظاهرا ظاهرا وهذا هو اللي واقع يعني حسب في راسي مازال ما استوعبتهاش كاع. هنا في المانيا عندهم اكثر من 81 مليون نسمه. واش يديروا؟ والله العظيم غير يريبوا يهدموا العمارات 18 طابق 20 طابق باش يديروا حديقه يلعبوا فيها الاطفال. ما عندهمش ازمه سكن، اكثر من 81 مليون نسمه ما عندهمش مشكل سكن. وحنا 36 مليون زادت سبع مرات اكبر من المانيا. حاروا فيهم. مازلنا في انا اسمع الو قلت لك حاروا فيهم. حاروا في احنا والله غير احنا حايلين في روحنا والله. كاين مسكين واحد قال لك في الليل كيروح يرقد ينحي الثلاجه. ثلاجه في النهار ثلاجه وفي الليل لازم ينحيها باش يلقى مكان وين يرقد. شكرا يا رفيق. هذه شهادات يعني انا شفتها، لكن شفتها من 12 15 سنه في العاصمه. يعني كنت نعرف عندي، كان عندي اصحابي هنا في لالي ديزلي، فلوري ديزلي كنا نهبطوا، احنا كنا نقراو في بن عكنون ونهبطوا للاري طونجي ناكلوا دي زيتيديون، كنا نشوفوا شي مساغر يباتوا برا سهرانين ونهضروا معاهم وكذا، ما عندوش وين يبات، كان يستنى حتى الصباح خوه يروح يخدم ويطلع هو يرقد. المدهش انه بعد 15 سنه نسمع في نفس القصص، يعني ما تحركتش الامور. يعني قالك تحركت يعني تحسنت الامور، كاين السكنه كذا، لكن الفساد مازال في هذا القطاع، التلاعب مازال، وما كانش إرادة سياسية قوية حتى تحل هذا المشكل. معي يعقوب من الجزائر. يعقوب ألو. تفضل أخي عبر خدمة سكايب. نعم ألو. تفضل بسرعة يعقوب. يعني المشكلة هذا جا غير هنا مش بعيد. بكري كان الناس تشري في 380 تشري ضرب يتبيعها ب 400 مليون. مع الباريج يعني. وراه اللي يراقب، وراه اللي يراقب يعني. مع الباريج يعني. وراه اللي يراقب، وراه اللي يراقب يعني، وراه اللي يراقب. مسؤولية من هذه الحكاية؟ الوزارة. ما كاش كاع المسائل هنا. دروك مين بتقوي حيت تدي 700 مليار قرض، دي 700 مليار تحل بها مشكلة أزمة كاع تاع الجزائر. صح. أي مين ما كاش المراقبة عادية. سايبة صح. شكرا شكرا يا يعقوب. شكرا. من معي؟ رشيد من الجزائر. تفضل رشيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا خويا انا والله حاير في يعني يحياني الدولة هذه نتاعنا احنا. الو انا نسمع فيك. قلت لك يا خويا والله حنا في الدولة هذه يعني كاينين عباد يعني اللي عندهم 10 ديار ولا 15 دار في ولايه، بصح منين جابوا الصوارد هذا من رحمه ديك لا دولا تراقب لا والو. وانت في رايك منين جابوهم؟ منين جابوهم؟ هذه هي الدوخه لهنا والله. ما الدوله اللي تراقبهم قال منين جاتكم. شكرا شكرا يا رشيد على المشاركه. علي من الجزائر تفضل. علي علي تفضل يا علي واسمعني من تفضل يا علي واسمعني من التليفون راجعا. علي خلاص. كمال من فرنسا تفضل. كمال فقدنا علي. كمال السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نمد رأيي غير في هذا الشيء اللي راكم تهضروا فيه على أزمة السكن. تفضل. اش حبيت نقول لك؟ عندنا نظام هذا من 62 كي قام على حاجة ما كيما كوموندي إن باز ماشي سوليد. وكنا كامل الشعب وكامل الشعب كامل مسؤول، كنا نشوفوا ونغمضوا عينينا معليش معليش معليش. صح. والحق زاد الحد
القطرة اللي فاضت في الكاس. الإنسان إلا قام إلا حب يربي جيل يربيه في من الصغر ماشي منظور ماشي ما ولا درك باش نديروا حاجة مليحة نديروها في الراس. كلنا على بالنا باللي هذا النظام فاسد، كله الشعب كامل الشعب الجزائري كامل على باله باللي هذا النظام فاسد. ودرك ما ولات مسألة أخلاق، إنما الأمم الأخلاق، إن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. شكرا يا شكرا يا أخي على هذا التواصل وهذا الاتصال معي. سمير، سمير من الجزائر، تفضل سمير. أهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نحرف الناس هذوك اللي يقول لك وراه المسؤولين زعما تاخذ بعين الاعتبار، راهم على بالهم بكلش، على بالهم بكلش، هما عمدوا سياسيين. أها. ألو. أنا نسمع فيك، نسمع فيك، لكن ما قدرش نفهم يعني وش رأيك في وش رأيك؟ قلت لك سياسيين هما هذوك الناس اللي يقول لك لازم يقول لك الدولة تاخذ بعين الاعتبار. الدولة عمدت على بالها، على بالها، على بالها بكل شيء، عمدت سياسيين باش يبلونا خرجونا من رحمة ربي خلاص. حتى ولينا نقولوا في فرنسا، حتى ولينا نقولوا في فرنسا كرهنا، كرهنا والله غير كرهنا من العيشة في فرنكا. سمعت في بالك باللي الدولة على بالها وبالعاني؟ على بالها والله غير على بالهم كاع. وهذوك يحطوا تصويره تاع بوتفليقه والاخر مازالهم البرارك وتصويره تاع بوتفليقه، شغل تبلعت ولا وسم ما نديروش هذا. شكرا 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 يا عزيزي، وابقى ابقى تواصل معنا في قضايا اخرى. خلينا نحكيو مع بعض احنا في هذه المنطقه المغربيه، نحلوا مشاكلنا اذا كان في الجزائر، نحكيو مع بعضنا ونحلوا مشاكلنا ونحاولوا نفهموا وين راهي الحكايه، واذا كان ملفات الناس تحاول تضغط مهما تنزلش نحكيو فيها احنا. وليد من الجزائر، تفضل وليد. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي انا حبيت عندي راي شويه باسكو كنت ما عنديش بزاف اللي كنت في الجزائر. كنت في موا صافي دوما كنت في الجزائر، انا ما فهمتش حاجه في الجزائر هذيك. ودا بيك تفهمني انت والشعب ديالك. واش الشعب ديالي هذه الدوله هذه انا متفقين عليها باللي صومالونات اكسيتيرا اكسيتيرا هكذا. يفهمني الشعب يا اخي، عطاو لهم السكاني هذوك تاع البرارك، عطاو لهم وين يسكنوا. علاش يضربوا بالسيوف بيناتهم؟ علاش هذه ما فهمتش انايا. انا هبطت شوكيت، انت ما نعيش في جنيف خويا. تراك في جنيف، شوك توتال. وعلاه 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 هذه الظاهرة؟ ما فهمت. حقارين، الشعب حقار والدولة ربي عطى لها هذه هذا الشعب هذا باش تحقروا، والشعب هذا يحقر ناس واحد اخرين ثاني، واحد ياكل في واحد. هذه هي الجزائر. شوف خويا عندها دروك الجزائر تبدلت لهنار شيخ، ما فهمنا والو قاعدتك. انا كنت نهبط، انا اللي ساكن في جنيف هنايا فرونتيير مع فرنسا، شريت في فرنسا وما شريتش في الجزائر. في فرنسا قام كي مونشير على الجزائر، وسكن في ارجي سوطرا لا كابيتالا. نار الناس عرضني صاحبي هذا كان يسكن بينا وضاوي، يفتح عليه ربي عطاه له الدوله، لا يسال عليه الزهر ومانيش عارف كيفاش كاريزون ش عطاو له، طيب السكنه يقدروا يجاوبوا بيناتهم يضربوا بالسيوف، ما يخدموش ربهم هاد الغاز هذا ما يخدموش. مام هنا في الاترونجي اقسم بالله ما يخدموا. شوف سونداج حبيبي في الالمان او في الجزيره هضروا عليه، 60% من المسلمين عاد على اوروبا، واحد فيهم يخدم كاع سوسيال وكاع يحبوا الباكس وكاع يحبوا السوبيا ويديروا باخر عيطه. الجزيره قدامي هنايا سويسري قادر يشري شحب ويدير طوموبيل نورمال ويروح يخدم نورمال، يقول لك صباح الخير نورمال المكمل الجزائري خويا. المشكله وليد اسمها المشكله في العقليه. توليوريست ان شاء الله ربي يستر شيوخ الكبار والعجائز والدراري الصغار ما داروا والو. اقسم بالله بك توليوريست ما كاش حقه وماشي ما ربي كيما الجزائريين. طيب والله يجعل الخير باسكو ربي ان شاء الله الله يجعل الخير يا وليد. الله يجعل الخير، وما نقدرش نعطيو حكم عام على شعب كامل نقولوا شعب واش متربي. خطير على الكلمه هذه. ربما انت شفت ظاهره تاع مجموعات من الناس، انت اعطيتها تفسير انه الناس تحقر وعقليه ما هي ما هياش، وناس مش متربيه مليح وكذا.
لكن ما نقدرش نحكيو على شعب كامل خاصة الشعب الجزائري. ما نقدرش تقول للشعب مثل شعب الجزائري شعب مش متربية وليد، خلينا نسحبوها هذه الكلمة هذه ولا حتى شعب في الجزائر. هناك مشكل في الجزائر، هناك مجموعة مشاكل في السكن، هناك مشكلة رقم تحكيو عليه. سنعود إلى هذا الموضوع من زوايا أخرى في حلقات قادمة من صدى الشارع. مشكلة العقار، مشكلة السكن، لماذا استمر هذه الأزمة، أزمة السكن، راح نواصل ونهضروا في هذا الموضوع حتى تفرع. استمر شهر، شهرين، عام، عامين، احنا رانا نحكيوا على موضوع السكن، موضوع الشغل في الجزائر حتى تتسقم الأمور، أو حتى يجيوا ناس مسقمين هكا ويسقموا الأمور نتاع وهذه المشاكل اللي كانوا يحكيوا عليها مواطنين جزائريين من الداخل، وانتم سمعتوا شهادتهم. إذا انتهت حلقة اليوم، ألقاكم في حلقات قادمة من برنامج صدى الشارع. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.